حلقة جديدة من سلسلة ملح وحلو. هذا النهار اخترت نقدم لكم غراتان بسيط وسهل وغير مكلف، يمكننا نديروه للعشاء. تنحتاجو فيه على حسب عدد الناس اللي غادي ياكلوا، كنديروا كل حاجة على كل حاجة بالقياس. مثلا انا دابا هاد احتاجيت كيلو ديال البطاطا، حتى الكيلو وربع قطعتها دوائر وسلقتها، شوية المليح، خديت جوج ديال البصلات كبار وقطعتهم دوائر ودرتهم في مقلة، غطيتهم مع شوية ديال الزيت البلدية مليحة والإبزار حتى ترخط البصلة وتحمرت شي شوية، وضفت عليها 100 غرام ديال الفرماج احمر محكوك، جوج معالق كبار ديال المعدنوس، 300 غرام ديال صدر الدجاج قطعته قطع صغيرة وقليته مع شوية ديال الملح والإبزار حتى نشف مزيان، وزدتو 4 المعالق ديال لاكخيم ليكيد باش داك الدجاج كيشرب لاكخيم ليكيد وكيجي لذيذ وتيجي هشيش فتي. غادي نحتاج شويه ديال الكوزه محكوكه، شويه ديال الملح والابزار، وكنحتاج 6 ديال البيضات، 200 ملل د لاكخيم ليكيد زائد 100 ملل ديال الحليب، نخلطوهم مع بعضياتهم بجوج. في الاول تناخد شويه ديال الزبده وتندهن بها المول اللي غندخلوه للفران. تناخد البطاطا وتنحاول نستفها في القاع ديال المول هي الاولى، وتنزيد فوق منها البصله، وتنزيد فوق البصله الدجاج، نحاول نشتت المعدنوس فوق منها. تناخد بانيو وتنحاول نهرس فيه داك البيض، هاد البيض هذا تنزيد عليه داك الخليط ديال لاكخيم ليكيد والحليب، تنزيد عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، تنحك فيها شويه ديال الكوزه، وتنطرب داك البيض مزيان حتى تندمج هو والكخيم، ثم تنضيف الفرماج محكوك، وفي الاخير هذا الخليط هذا تنكبو على الكراتان ديالنا. تنحاول داك الفرماج نشتتو فوق منه بالتساوي، وكندخلو للفرن متوسط واحد 20 حتى 25 دقيقة حتى تيعقد داك البيض والكخيم، وتنخرج. الكراتان ديالنا هي وجدات، كنبقاو مراقبينها حتى تيعقد البيض وتيخرج سكين نقي، هذا الشيء اللي لاصق هذا غير الفرماج دايب.
الغراتان ديالنا تيجي بحال هكا لذيذ وتيشهي. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها وتشاركوا معايا في لاشين ديالي على يوتيوب مالح وحلو باش يوصلكم دائما الجديد وبالصحه والراحه.